وجينا 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 جبنا الكنافة وجينا. هلا شوف اليها. ايه والله هلا هلا والله. تليفون التليفون. طب اللي انا بقرح تليفون. الله الله الله. هلا النار عالية روح. عشان بالفرن اكل روح اجا ما طولة. اها لازم حط براك. انت ولا مرة احترق حيط او احترق شيء من هذا؟ ايه انت شو تحت؟ تحت احترق. ايه هون مشكلة. لا هون هون شوي قصير. اها احترق الحيط تحت ولا مرة، بس لأنه تحت عبالي أوسع من هون، فهون ما بيحسن يشغل النار. انتوا يعني ما بتشوفوا الفيديوهات لما يشغل النار بتهب هيك بتحس احترق كل شيء. لا لا مو مو كل شيء. لا شوي بس فوق هيك. الله افتحنا. ايوه الله سألك من هون. الله الله يا براك الله الله يا براك الله الله. هذا خبز اكل بهي ما مخ يا اخي. هاي الخبزه مثلا تحمصت وهيك وصل لها القصص هي عشان اكل لحمه فيها. الله كله فريش. اوف بدي ادوق هاي اللحمه من هاتاي. لازم ادوقها لازم. كيف؟ طعم؟ واو. انت المطعم هون كل يوم يجي ناس من مشاهير فيموس يعني كل يوم كلهم جاي. من وين؟ امريكا مثلا. اثنين يوم مره جاي مراد العمدار. مراد العمدار جاي لهون. مراد العمدار مين؟ عائلة. ها هو العائلة. في كمان من جاي بروك شيل جاي كثير مو ما بعرف مثل اسمه صديق هذا كوانت جاي كوانت جاي كوانت جاي عربي فنانيه كمان اليسا راغب على ما احلى اليسا وراغب على ها. ومين شفت مع رولاندينا؟ رولاندينا رولاندينا اي رولاندينا رولاندينا شفت رولاندينا شفتني فيديو بالانستغرام. ها متابعه. مين كمان؟ رولاندينا من امريكا هوليوود لانه ستار هوليوود جاي مثلا. في اسم شو اسم فيلم تستر صوت. الموديل كمان موديل هاي بنت كريستيانو. يس يس. لا شيء ورا فين دان قبل شام يمكن فاير نو فاير فيلم نو ورا. مين هذا؟ من جاينا من جينا. ها بايلينج بايلينج بايلينج. يس 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 يس. هذا هذا امتى جاي يسمو جاي مطعم مدينه هون. اها دائما كل الناس جاي هون. شو كيف يعني شو من واحد ناس شو سوي شغل مو ما بس مطعم سوي يوتيوب سوي سرين تكر لازم حب شغل. صح. الله جو. صح صح ولا لا؟ صح صح. انت ما بتكتر من زتا. انت كلم حياتي انا بعرف حياتك كثير ما شاء الله مو زتا. حلو براك. براك بيعرف كل شيء عني. بيعرف حياتي كلها. بيعرف حياتي براك من زمان. كنت انت انا كنت اشوفك بمطعم المدينه باكسراي من زمان. اي والله. فكنت اشوفه من زمان كيكي بمطعم اكسراي بالمدينه من زمان. هلا كم مطعم هون في؟ ثلاثة. وين؟ تقسيم واكسراي واتلاف. تقسيم و تقسيم شارع استقلال واكسراي. اكسراي ايه اكسراي طابين طابين تحت طابين فوق. ايه اكسراي هلا اكسراي عادي اكثر هون جديد ثلاث سنة اكسراي اما 8 سنة فيه. هلا انت جاي اكسراي كثير بعد ثلاث سنين. انا شايفك زمان كثير شايفك. هاي الرياض؟ ايه واو حبيبي الله فهمي. مين اكثر شيء بيجي لهون مشتري عربي اجنبي؟ كله جاي يعني مشكلة جاي تركيا جاي عالم عرب جاي يوروبا انجليز امريكا كلهم جاي. كله اهلا وسهلا. انت وين مفكرين يكون الفرع الجديد مكان جديد وين؟ هلا انا عندي بابا كمان بيج بوس. ايه شفت بيج بوس. انا بعرف هيك مسلم كثير. هذا بيقول انا بدي افتح مطعم دبي اما ما فكره يعني
افتح مطعم والله مو صعب، بكره نفتح مطعم اربع ست عمر لازم نشوف مطعم صح لازم صح. تكون انت موجود. الناس ليش جاي هون؟ من وجودنا اكل كويس فندق وكل يوم انا شو مثلا انا شو نسبه انا لحم انا لحم صح كل لحم انا شو جديد انا فكر اي يعني صح. طبعا ان شاء الله ما كسبني ان شاء الله. عبر لي انه الفكره مو هسه تفتح افرع كثير سهل انك تفتح محل واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته سهل، بس صعب انك تكون موجود لانه هو بنقي اللحمه وبجيب الاكل وكل شيء، فهو بحب نفسه يكون موجود ويحافظ على نفس الطعمه. يعني قال لي سهل كثير انا افتح وين ما بدك بامريكا بروح مثلا، بس لازم الطعمه فعلا. هذا اكثر الناس الناجحين هيك، هذا الشيء بدل انه ما همه كل شيء مثلا مصاري بس وانه يفتح افرع كثير، لا همه انه تكون اللقمه طيبه فعلا. يعني الحكي غير شو غير هيك، انه مو لانه انت هون بس هنن كريمين، يعني كثير كريمين. باي شغلات هون ضيافه، هون بيعمل شغلات وكثير بيعمل شغلات حلوه، فهذا الشيء اللي من سبب النجاح جد شيء كثير منيح. يا شن مثلا انا 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 حبيب انا حالتي كمان شغل معنا، انا اختي شغل معنا كمان، انا سته وجده صعد بسرمان زي زيتون كله سوا هذا. عمري كم؟ عمري 90 كم 90؟ عمري 90 اما ثلاثة مطعم كله دبس رمان زي زيتون سوا هذا كله سوا. انا جده وسته عيلته هنن يلي بساووا الدبس رمان والزيت زيتون والقصص كلها، يعني هنن مكملين بعضهم بكل شيء. تخيلوا يعني ما في شيء بيشتريه من برا، مثل ما قلت لكم قبل اللحمه والاكل والطبخ وكل شيء بجيبه منها تاي 1300 كيلو. ليش؟ مشان يضل محافظ على نفس الطعم نفس كل شيء. بس هلا معلومه جديده انه سته وجده اللي بساووا الدبس رمان وزيت زيتون والقصص كلها، فهذا شيء عن جد يعني شيء قوي كثير. تاكل شو؟ مشان هيك طعم طيب. بعدين كنافه يلا فضل. كنافه يلا كول بدنا ناكل مشان نروح ناكل كنافه. ها طيب اما في سويت كمان كثير عرب ها؟ عرب سويت بس اكل كويس ما في ايش اتكلم والله اما انت اكثر كويس تركيا ستوري كويس ها؟ احلى تركيا دهاي برسي حياته جنة والله جنة صح؟ شو بدي تروح شوف كونش اسود جدا اوروبا ده شيء قاطع اصلا هيك بكم سنه شرده يوك دمع هيك بشيء هر شيء كبلط برسي حياه ور هر شيء ور ني ستارسن زير متر ساعات هر شيء هر برسي يا ما ني ستارسن برسي ور اسود جدا قاطع اصلا هيك بكم سنه شرده يوك هيك بتي والله يمين در انا بدي اعرسك في تركيا ما انت عندك حبيب والله الله 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 عامل لي انا بدي اجوزك في تركيا بس انت عندك حبيبي هي طعمنا يا المونتاج لا تدور اراسي حبيبي وجينا 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 جبنا الكنافه وجينا هلا انا اللي اسوي كنافه شلون؟ لسه شوي هذا كنف هذا هلا تحت لنا شوي حر كمان بعدين حتى شربت قطر يعني قطر تاكل شوش وين؟ جاي؟ جاي؟ من هاتاي؟ والكنافة من وين؟ هطر والقطر؟ جزر ورك جزر هون سوا حتى الفستق جايبه من هاتاي والكنافة من هاتاي الله 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 يا حتى طر؟ يا طر؟ لا جيب لك شوي تحت الله الله قرب 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 ورجيه الأطرار غطسها يا كبير الله الله عليك الله تاني يا بابا والسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا والطفيت النور يا بابا الله الله يا بابا سيدي منصور يا بابا وجيت النور يا بابا كمان الله 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 انا احب هلا كله حطوا هذا صغير يا الله القطر سبحت القطر سبحت كمان لا كيف يا كيف يا سبحت
شوي شوي مش شوي 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 الله 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 يلا 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 هلا صور صور يلا صور حتى تعرف يلا حط صور خلص خلي البايع خلي هات هات شفته؟ حطه اكثر من ترمى اكثر خفيف شوف خفيف كثير بس واو 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 ثلاثة واو الله أنا تحت لقصته هات طبعا كل شيء تفرجوا فنان فنان والله فنان هذا وين فنان هذا التلفزيون هذا ما بصير طلع انا شلون بنت بعدين طلع طلع علي بروبلم لازم بس لازم تعمل هيك ما في طلع ما في قرش هون وصلنا لنهايه الفيديو بعد الضيافه طويله من براق كل شيء حدا بيجي على اسطنبول لازم يزور براق جد قلبه كثير طيب وتلاقوه بالمحلات كلها وين ما كان كثير استمتعنا بهذا الفيديو وانا كثير بدي اتشكر براق الحمد لله شكرا حبيبي الله شكرا جزيلا والله منور مطعم ما قصرت والله شكرا انت الف الف حبيبي يا ابني صوم جوك صوم والله اي والله لهون خلص الفيديو بدي منكم بس لا تنسوا تشتركوا بقناه جيزون براق راح احط لكم قناته برابط الوصف تحت راح يطلع اسمه يلي حابب يتابعه وحابب يتابع كل شيء عم يقدمه ينزل للبايو تحت ويتابعه ولا تنسى تحط لايك لهذا الفيديو وتشترك بالقناة وتفعل الجرس